مواقع التواصل الاجتماعي فيها أرباح، فيها فلوس، أكيد فيها المليارات، بس لازم نعرف من أين تؤكل الكتف. بحاول أشرح لكم بطريقة مبسطة عن كل المنصات اللي فيها أرباح. لازم تعرفون أن كل المنصات للتواصل الاجتماعي عندهم نمطين في تحميل الفيديوهات، الريل والفيديو العادي. الريل مدته حسب المنصة بس عادة دقيقة أو أقل وأرباحها أقل، أما الفيديو بيكون أطول وهني الأرباح الفعلية. حتى نفعل الأرباح لازم يكون عندك 1000 متابع و4000 ساعة مشاهدة. في الحالة هذه تقدرون تقدمون لطلب تفعيل الأرباح. ومثل ما قلت أنا، أرباح الريل قليلة جدا، بس أنصحكم أنكم تحملون الريلات بكثرة. ليش؟ لأن الريل يدخل في العام والكل يشاهد، والريل يجيب المتابعين، وخصوصا إذا كان المحتوى جذاب. أنا وأعود بالله من كلمة أنا، يوم بديت أحمل الفيديوهات في الريل على اليوتيوب، صدقون في أول شهر جبت 60,000 متابعة، وقدرت أوصل 100,000 وحصلت الدرع. فأنصحكم تحملون الريلات بكثرة. أما الفيديو العادي فوق الدقيقة ما يدخل في الريل، وحبذا لو كان 8 دقائق، لأن لو عندكم فيديو 8 دقائق تقدرون تحطون فواصل إعلانية مثل ما أنتم تبغون، بعد دقيقة، دقيقتين، 5 دقائق، على كيفكم. بس أنا أنصح أنكم ما تحطون فواصل إعلانية كثيرة حتى المشاهد ما يمل. أهم شيء المحتوى لازم يكون ملكك أنت، مو بدنا تأخذون فيديوهات من هنا من هناك وتنزلونه. المحتوى لازم يكون ملكك، ولازم يكون جذاب بحيث أن المتابع يبغي يخلص الفيديو ويمكن يعيد الفيديو مرتين. في الحالة هذه راح تطلعون أرباح رهيبة في اليوتيوب. الإنستغرام في برنامج اسمه بونس، هو اللي يعطيك الأرباح. بس كيف نحصل في الإنستغرام؟ هو يجيك تلقائي أو بالدعوة، أو إذا كنت ساكن في أمريكا. فهم شو يسوون؟ المشاهدات على البونس يعطون أرباح عليها. أنا إلى الآن ما جاني البونس، بس شو أسوي؟ أحمل في الريلات، للريلات تجيب المشاهدات العالية، والمشاهدات العالية راح تجيب متابعين. الفيسبوك لازم يكون عندك 10,000 متابع و600,000 دقيقة مشاهدة حتى تقدرون تقدمون الطلب، تفعلون الأرباح على الإعلانات اللي راح تنزل على فيديوهاتكم. والأرباح على بثوث الفيسبوك نفس الشيء، لازم عندك 600,000 دقيقة مشاهدة في البثوث، وطبعا 10,000 متابع حتى تقدرون تفعلون الأرباح على الإعلانات اللي راح تنزل على بثوثكم في الفيسبوك. وفي الفيسبوك نفس الشيء مثل الإنستغرام، الريل ما عليه أرباح بالبونس، البونس يجي بالدعوة من إدارة الفيسبوك. بس مثل ما قلت، الريل مهم جدا جدا، لأن الريل يوصل للجميع. هني تقدرون تجيبون المتابعين. أتخيلوا أجاني شخص وقال خليني أفتح حساب لك في الفيسبوك وخلني المشرف عليه وبحمل فيديوهاتك على الريل. قلت له زين. أتخيلوا في شهرين وصلت 195,000 متابع، والمشاهدات تقريبا فوق 40 مليون. فأنا أنصحكم تحملون الريلات بكثرة، والفيديوهات اللي أكثر من دقيقة هني مثل ما قلت الأرباح الفعلية، الإعلانات راح تنزل على فيديوهاتكم أكثر وأكثر. وارجع وأقول، المحتوى لازم يكون ملكك، والمحتوى لازم يجذب. يعني المشاهد يقول شو بيكون الحين، شو بيكون، يعني المحتوى لازم يجذب المشاهد. السناب، نتكلم عن الأضواء أول شيء. كثير من الناس وشفنا تقاريرهم انهم استلموا فلوس من الأضواء. انا شخصيا ما حصلت شيء، بس انا بعدني مستمر احمل في الأضواء. ويقولون ان في شهر فبراير سناب شات راح يخصصون مبلغ خاص بالمليارات يعني في لدعم الأضواء. انا احب الأضواء لاني انا استخدم الأضواء حق الإضافات. الأضواء مثل الريل، يعني في العام الناس كلهم يقدرون يشوفون الفيديو حقك، وإذا الفيديو جذاب راح تجذبون المتابعين ويسوي لكم إضافة من خلال الأضواء. التيك توك ما يحتاج أقولكم،
التيك توك أكثر منصة فيها أرباح في البثوث وما يعتمد على الناس اللي عندهم متابعين أكثر كثير، لا. فإذا وصلت لألف متابع تقدر تفتح بث، وإذا المشاهد حب بثك راح يدعمك بالهدايا، والهدايا هذه تتحول إلى فلوس. الميزة مثل ما أنا قلت الدعم أو الهدايا هذا الشيء ما يعتمد على عدد المتابعين، يعتمد على بثك والمحتوى اللي أنت تقدمه. صدقوني في تيك توكرز يوم يدخلون البث ما عندهم متابعين كثير بس يدخلون بالآلاف في اليوم. طبعا أنا ما أتكلم عن مشاهير، مشاهير طبقة ثانية، هذه اللي يطلعون ما شاء الله بالملايين. وكلمة أخيرة، لا تفقدون الأمل ولا تيأسون إذا تقولون المشاهدات مرة نازلة. أنصحكم حملوا 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 حملوا، أوتوماتيكيا الخوارزميات حق الفيديوهات راح تشيل وترفع المشاهدات عندكم. تعبكم في النهاية إن شاء الله بإذن الله راح تحصلون مردود على هالتعب. بالتوفيق مني أحمد الصيني لي خليجي. عاد لا تنسونا فولو لايك وشير.